بسم الله. اول ما بشتغل على البرنامج بلاقي الواجهه بالطريقه ديت، بلاقي اكتر من فيو، ممكن ابدا اخفي واظهر زي ما انا عايز. انا كده مجرد بس اخفيتهم، اقدر اظهرهم تاني من الحاجات اللي هنا، يعني ممكن اخفي دوت اظهره، ممكن اخفي مثلا رقم 2 واكبر ده شويه. تمام، اقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز. ممكن ابدا اظهر دوت، تمام. طيب لو انا عايز ابدا اشوف الادوار اللي عندي، عايز اعرف المبنى ده عندي كام دور، هاجي هنا من بيلدنج ديزاينر، ادخل هنا على الفلور مانجر، ابدا يديني خريطه، انا عندي كام سايت، عندي كام مبنى، المبنى بتاعي كام دور، كل دور فيهم هيبدا من كام لكام. دي كل الادوار اللي موجوده، تمام. اقدر انا اقول له كرييت نيو فلور ريفرنس بلان زي ما انا عايز، تمام. طيب لو انا عايز ابدا هنا ابدا ارسم، فرض ان انا وانا مثلا في التوب قلت له انا عايز ابدا ارسم مثلا كولوم، هبدا احط الكولوم اتحط على انهي دور، دي النقطه بتاعتي، تمام. يعني انا كده حطيته ده كده من دور كام لكام. طيب دي بقى عشان اظهرها، شايف هنا، هنا بتيجي عند الادوار. انا ممكن اقول له انا عايز ابقى في الدور الاول او التاني، تمام. اختار مثلا انا في الدور التاني، او من الفلور سيلكتور اختار انا مثلا في الدور التالت مثلا، واقول له مثلا الدور التالت سيت اكتف، خلي ده الاكتف معايا، وابدا احط العمدان بتاعتي. مع ان هو في الطب حطها تقريبا في نفس المكان، بس لان انا قلت له في الدور التالت ظهر معايا هنا في الدور التالت بالشكل دوت، تمام. اقول له انا خليها في الدور التاني، وابدا احط، الاقي ان هو فعلا بيكملوا بعض، تمام. ممكن اقول له مثلا ابدا احط هنا العمدان بتاعتي، لو انا عايز مثلا ابدا احط مثلا كاميرات مثلا، تمام. اقول له ماشي، بيخليها لي دي بقى في الدور التالت، وابدا اوصل بينهم بكاميرات بالشكل دوت. ادوس رايت كليك عشان اخرج من الامر، وابدا ارسم كده اهو. اجي ابص هنا الاقي ان العمدان فعلا في الدور التاني، والكاميرات فوق متوصله بينهم، لان انا قلت له خليها لي في الدور التالت، فبقت معايا بالشكل دوت. طبعا كل حاجه بختارها بيبدا يديني قايمه ويقول لي انت عايز ترسم انهي نوع، بيجيب لي الانواع اللي موجوده هنا. ممكن اقول له لا ده انا عايز ارسم من كولوم او هناجر زي ما انا عايز، فيبدا يدي لي الاشكال ديت، ابدا اختار الشكل اللي انا المناسب ليا او اللي انا محتاجه في المشروع، واقدر اغير خصائص تحته زي ما انا عايز، وزي ما هشوف ان شاء الله بصوره اوسع في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله.